هيلاس فيرونا ميلون ميلون هيلاس فيرونا وشاهدنا كيفاش كانت المباراة كبيرة، مباراة اللي انتهت بالتعادل هدفين لهدفين في ملعب نقولوا ملعب سان سيرو، وين ملعب سان سيرو وين كانت المباراة قوية، مباراة كانت في القمة. شاهدنا أهداف، شاهدنا خاصة وين داويد اللي سجل الهدف ضد مرماه، وين سجل الهدف ضد مرماه هو اللي عدل النتيجة في الدقيقة 90، يعني وين جينا جيكو اللي كذلك، وين شاهدنا كيفاش أنطونيو باراك الذي سجل الهدف في الدقيقة 6 لصالح هيلاس فيرونا، شاهدنا كيفاش داويد سجل الهدف الثاني ضد مرماه في الدقيقة 19، شاهدنا ماجيني كذلك وين قلص النتيجة في 27 وين انتهى الشوط الأول بهدفين لهدف لصالح هيلاس فيرونا. يعني ميلان اليوم وين عانى أمام هيلاس فيرونا، شاهدنا كيفاش داويد يعود في الوقت في الدقيقه الاخيره ويعدل النتيجه، وشاهدنا كيفاش مباراه كانت صعبه على ميلان رغم انه ضيعوا كثير من الاهداف، وين شاهدنا كيفاش اسماعيل بن ناصر وين تحصل على بطاقه صفراء في الدقيقه 54، شاهدنا كيفاش هيلاس فيرونا وين أنطونيو الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 6، داويد وين سجل ضد مرماه في الدقيقة 19، جينيكوم الذي سجل الهدف التقليص لميلان ضد مرماه كذلك في الدقيقة 27. يعني مباراة كانت صعبة، مباراة نقولوا بلي كانت صعبة لأن المباراة شاهدنا كيفاش بدأت وكيف انتهت، يعني مباراة اللي نقولوا 64% نسبة استحواذ الميلون، 36% بالنسبة استحواذ الهيلاس فيرونا. شاهدنا كيفاش ستيفانو وين دخل، نقولوا باللي ستيفانو اللي دخل بخطة 4-2-3-1، نقولوا باللي ايفان المدرب تاع هيلاس فيرونا وين دخل بخطة 3-4-2-1 يعني من اجل استحواذ في وسط الميدان. شاهدنا كيفاش جينوكوم نقولوا باللي في الحراء وين سجل ضد مرماه، شان كيفاش داويد داويد في الدفاع، سيمون أليسيو تيو شنا لي كيساس شنا هاكان شنا اسماعيل بن ناصر فارناكيسي ليون زلاطان، وين شان دخول انتي وابراهيم دياز من جانب الاحتياط تاع ميلو، ماركو فيدريكو ماتيو شنا فيدريكو كذلك ديماركو أنطونيو باراك إيفان اللي خرج في الدقيقة 69، دراغو ماتيا نيكولا اللي خرج في الدقيقة 64، دخول يانو في الدفاع يعني وين شنا ميراث اللي دخل في الدقيقة 73، أدريان تاميز اللي دخل في الدقيقة 64، كولي اللي دخل في الدقيقة 64. يعني كانت مباراة شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها لعب جميل، شاهدنا فيها نقولوا بلي شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها ضغط كبير يعني من جانب ميلون وين فرض ضغط كبير. شاهدنا كيفاش انتهت المباراة في الجولة 7، ميلون هيلاس فيرونا الدور الإيطالي السيري أي. انتهت المباراة، شاهدنا كيفاش انتهت المباراة وين زلاطان ينقذ ميلان في آخر دقيقة في الدقيقة 90 وانتهت هدفين لهدفين. يعني نقولوا بلي هذه الجولة 7، هيلاس فيرونا ميلان هدفين، هيلاس فيرونا هدفين في الدور الإيطالي السيري أي، وانتهى بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين في مباراة كانت مثيرة جدا. سعيد